وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد، نرحب بك. وفي ظل العدوان المتزايد والمتواصل، هل ترى من تغير في وجهات النظر الأمريكية والرأي العام الأمريكي والدبلوماسي على وجه التحديد، وخاصة فيما يتعلق باستهداف الاحتلال الإسرائيلي وقواته للمستشفيات في قطاع غزة؟ اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. وعايزين نقول فعلا ان في تحول بالنسبه للقضيه الفلسطينيه عموما، وليس لهذه الاشتباكات الحادثه بين قطاع غزه واسرائيل، ولكن تحول في القضيه الفلسطينيه بالنسبه للجانب الامريكي. وعايز ابتدي مع حضرتك لما كان انطونيو غوتيريش موجود عندنا في معبر رفح قبل ما نبدا في ضخ المساعدات الانسانيه والدعم اللوجستي عبر معبر رفح، واللي بداته طبعا الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعايز اقول لحضرتك ان كان هو واقف، وكان هنا لاول مره نشوف تغير في المنظمات الدوليه. الامم المتحده بتقول ان، او انطونيو كان بيتكلم وبيقول ان احنا مش عايزين نموت غزه مرتين، مره اللي حصل في 7 اكتوبر، والمره الثانيه ان احنا نمنع عنها المعونات والدعم اللوجستي، وهنا بيقصد بالمعونات الغذاء والادويه والملابس وكل ما احنا كل اللي احنا شايفينه من دعم بيدخل للقطاع. بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، احنا لو احنا حضرتك كده والساده المشاهدين تابعنا من حوالي اسبوع، كان في خطاب لوزير الخارجيه الامريكي في الكونجرس الامريكي، وكان بيقطعه، او لما كان بيخطب في هذا الخطاب تم مقاطعته 6 مرات. 6 مرات داخل الكونجرس الامريكي كانوا الامريكان نفسهم بيعارضوا ما يحدث في قطاع غزه وما يحدث من الجانب الاسرائيلي من اشتباكات عنفوانيه في القطاع. صحيح. كمان حضرتك يعني لو احنا نشوف برضه الامم المتحده ونشوف الدول الغرب كمان، الاتحاد الاوروبي وفرنسا، فرنسا من يومين كانت ارسلت المعونات الخاصه بالقطاع، وايضا تركيا، حضرتك لسه بنتكلم عن تركيا، كانت بترسل مساعدات جوه القطاع. فاعتقد ان في تغير شامل وجذري للمجتمع الدولي، ليس فقط للولايات المتحده الامريكيه، ولكن المجتمع الدولي كله بالاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه ايضا للهدنة الإنسانية والدعوة للهدنة الإنسانية. وأعتقد أن ده الكلام ده كله اللي احنا كنا بنقوله، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقوله يوم 21 أكتوبر لما احنا عملنا مؤتمر السلام في العاصمة الإدارية. طيب، في ما يتعلق بالجهود المصرية والدور المصري لمساعدة قطاع غزة والتخفيف من معاناة أهالينا هناك في تقديم المساعدات واستقبال المساعدات والمعونات من كل الدول الراغبة في تقديم هذه المساعدات، كيف تقيم هذه الجهود إلى تلك اللحظة؟ شوف حضرتك، مصر هي رائدة، يعني مصر الدولة العربية الوحيدة، احنا دايما كده لما بنيجي نحلل سياسيا، مصر الدولة الوحيدة المقبولة من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حيث المفاوضات. مصر هي الدولة الوحيدة في العالم العربي أو في المجتمع العربي اللي تقدر تحل مثل هذه الاشتباكات، وليست هي المرة الأولى اللي حاصل فيه اشتباكات بين قطاع غزة أو بين فلسطين أو إسرائيل. ومصر هي دائما اللي بتقدم الحلول نظرا للباع والمخزون الكبير، المخزون الاستراتيجي في ناحية فض الأزمات والتفاوض بين الطرفين. ومن ثم طبعا حضرتك، احنا يعني لو احنا بنتتبع ما حدث في منذ 7 اكتوبر في هذا القطاع، طبعا احنا لقينا بايدن بيقول ان بيأمر في دخول المساعدات الى قطاع غزه يعني بعدها تقريبا ب 10 ايام، ولكن حضرتك كانت الضربه الاستباقيه الاولى لمصر ان هي اللي بدات تدخل. لو حضرتك نفتكر اول 20 شاحنه للمساعدات داخل قطاع غزه كان من جمهوريه مصر العربيه، ثم توالت بعد كده الدول العربيه من ضمنهم الكويت، الامارات العربيه المتحده، فرنسا كانت بترسل يعني مستشفيات قائمه لمساعده اهالينا في قطاع غزه، ولكن البدايه والضربه الاستباقيه دايما كانت لمصر. البدايه والاستمرار في الضغط اصلا في هذا المجال. الدكتور سعيد الزغبي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه قناه السويس، شكرا جزيلا لك.